شهدوا فيه وباء كورونا انحسارا في كثير من دول العالم، تشهد دول عربية ارتفاعا متسارعا في عدد الإصابات والوفيات بسبب الوباء. في العراق والمغرب ومصر تم تسجيل أعلى إصابات منذ بداية أزمة تفشي كورونا. نفتح هذا الملف في موضوعنا الرئيس ونسأل عن أسباب هذه الزيادة في الإصابات والوفيات، وطبعا رغم أنها فرضت إجراءات حظر مشددة منذ بداية تفشي الوباء فيها. في شباك الفنون نجم الشيخ إمام يتلألأ في أمسية نظمها محبوه في تونس في ذكرى ربع قرن على رحيله. في شباك الصحة الأعراض الطفيفة للمصابين بالفيروس قد لا تولد مناعة قوية ضده بحسب دراسة صينية حديثة. فقراتنا الأخرى مشاهدينا متنوعة بين آخر أخبار فيروس كورونا، وسودانيون يرفضون دعوة تجمع المهنيين لمظاهرة مليونية في ظل الوباء. في شباك هاشتاج يأتينا من السودان اليوم، تابعونا. ونبدأ كالعادة بصور عن تأثير تفشي فيروس كورونا على الحياة اليومية. والبداية مشاهدينا مع هذه الصورة لرجل يقدم مواد غذائية لشخص آخر قيد الحجر الإجباري بعد اكتشاف بؤرة جديدة للوباء في معمل لسلخ اللحوم في ألمانيا. ويبدو أن الوباء حرم هذا الطالب الصيني من حضور حفل تخرجه. دخلنا عصر الأقنعة. هذا المحتج الهولندي يرتدي اثنين، الأول لحماية نفسه والثانية للتعبير عن مواقفه السياسية. وفي البرازيل حيث يتفاقم الوضع يوما بعد الآخر، وصلت المقابر إلى حافة الطرقات. والآن إلى أبرز أخبار كورونا عبر العالم. أعلن المغرب مرحلة جديدة في رفع تدابير الإغلاق ابتداء من الخميس، مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية، إضافة إلى استئناف السياحة الداخلية والانتقال بين المدن. ويستأنف النقل البري والجوي المحلي وبواسطة السكك الحديدية في اليوم نفسه. كذلك تفتح الشواطئ أمام الرواد مع احترام التباعد الاجتماعي، وسيسمح لكل المتاجر أن تواصل نشاطها إلى ما بعد الساعة 8 مساء. لكن هذه التدابير لا تشمل 6 مدن لا تزال تسري فيها القيود، ووضعت بعض المناطق الريفية غربي البلاد تحت إجراءات الحجر الصحي منذ ظهرت بؤر جديدة للفيروس يوم الجمعة الماضي. استأنفت سفينة أوشن فايكنج الإنسانية التابعة لمنظمة SOS ميديتراني الإبحار بعد توقفها 3 أشهر بسبب كورونا لبدء عمليات الإنقاذ بين أوروبا وليبيا التي لا يزال المهاجرون يفرون منها معرضين حياتهم للخطر. وتؤكد المعطيات الأخيرة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الكلام. فبين مطلع يناير وأواخر مايو ارتفعت محاولات العبور انطلاقا من ليبيا بنسبة 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما السلطات الجزائرية فتواصل تنفيذ التدابير الوقائية لرفع الحجر الصحي مع بداية موسم الاصطياف، وتم نشر وحدات للدرك الوطني لمراقبة السواحل لمنع الزوار من الاقتراب منها وقاية من جائحة كورونا التي أثرت كثيرا على الموسم الصيفي ونشاطاته التجارية. شواطئ على غير عادتها خلافا لمواسم السياحة في أعوام سابقة،
طوق أمني ضمن خطط الحكومة الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا. كر وفر بين المصطفين ووحدات تابعة للدرك الوطني لإخلاء الشواطئ غرب العاصمة. بكاي اللي فاهمهم يهبطوا يعاودوا يرجعوهم للجندارم، دارين يجوا لهنا ما عندهم شوين يروحوا، يجوا يحوسوا علينا بليزير فوا ريتيهم للجندارم. شغل الجفاف متوقفه كلش حابس خويا. كاني باركينغ ني بحر ني والو، احنا عندنا عام وحنا نستناو في هذا لا سيزون هذه، لحقت دوكا ما كاين والو. مئات من العائلات والشبان يسعون لارتياد السواحل املا في الاستجمام رغم مخاطر الجائحه. لازم نديروا احتياط تاعنا، واجب عليهم علينا، مام هما في خدمتهم احنا نعاونوهم، لازم باش الواحد ما يش غير هما وحدهم، خاطر هذا راهي المضره لينا وللجزائر بكامل. في الحقيقه عندهم الحق، عندهم الحق كما يقولوا يديروا الاجراءات هذو، يغلقوا لهم الشواطئ خير، اخذت الحاله كما يقولوا ماهيش مليحه، وكما يقولوا راهي غير شويه، وكان يحلوا الشواطئ تولي بزاف. شواطئ زيرالدا على شريط الساحل الغربي كانت في الموسم الماضي مصدر دخل لمئات العائلات التي تنتظر فصل الصيف لمزاولة نشاطاتها التجارية. جائحة كورونا لا زالت تؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحي، مما سيزيد عبئا كبيرا على كاهل الدولة في مكافحة الوباء. شواطئ السواحل الجزائرية خالية على عروشها، ولأول مرة تبدو بهذا المشهد الخالي من الحركة، أمواج دافئة ورمال ذهبية تنتظر من يداعبها في عز موسم الاصطياف، ويأمل عدد من المرتادين لهذه الشواطئ بعودة الحياة إليها بعد رفع الحجر الصحي. صلاح الدين مقعاج، العربي، الجزائر. فيما خففت معظم البلدان العربية تدابيرها المتخذة لمواجهة الجائحة وعمدت أخرى إلى إعادة فتح حدودها، ظهر تخوف من موجة ثانية، فيما أهل المعمورة لم يبرأوا بعد من القلق الذي تحكم بهم في الأشهر الأخيرة. 3 دول عربية سجلت أعلى حصيلة إصابات منذ بداية تفشي كورونا، هي العراق ومصر والمغرب. يبدو أن كورونا لن يغادرنا أبدا، فبعدما خففت دول عربية إجراءات الحجر واقتربت من إعلان النصر عليه، بدأت دول أخرى تحبس أنفاسها من جديد خوفا من ذروة الوباء أو ربما موجة ثانية على أراضيها. في يوم واحد سجلت مصر والمغرب والعراق أعلى حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة فيهم. معظم الإصابات في مصر كانت في العاصمة القاهرة. السلطات المصرية ناشدت الناس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل جدي، إلا أنها أعلنت في الوقت نفسه فتح أبوابها للعالم واستقبال الرحلات الخارجية بدءا من الأول من يوليو القادم. في المغرب أطل الفيروس برأسه مجددا، في الوقت الذي تنوي فيه السلطات تسريع الرفع التدريجي للحجر مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل. أما العراق فيعيش حرب وجود مع كورونا، فبعدما أعلنت السلطات تخفيف الحظر الشامل للتجوال الذي استمر 3 أسابيع وبدأت الحياة تعود لطبيعتها، عاد الفيروس بقوة في حصيلة هي الأعلى، ما جعل السلطات تعيد الحظر الجزئي. وتمديد حظر التجوال اللي صار جاء بناء على كثرة الإصابات اللي ظهرت أخيرا من خلال التقييم الصحي والطبي في وزارة الصحة. هذا التمديد مهم، أنا أعتبره كقائد عسكري في المنطقة مهم، خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان. في فلسطين لم يكن الوضع أفضل حالا. بعد غياب كورونا عنها لأيام، عاد ليجبر السلطات على فرض إغلاق على مدن بأكملها. كورونا لا يؤمن له جانب، فقد حصد أرواح الآلاف ولا يزال مستمرا في مشروعه عبر موجات متتالية، وقد تصبح الدول العربية بؤرته الجديدة إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية بعين الاعتبار لتعود إلى نقطة الصفر في المعركة ضد الوباء.
إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من بغداد واثق الجابري، مدير أعلام مستشفى بغداد في مدينة الطب. مساء الخير أستاذ واثق وأهلا بك. إذن بالفعل يعني على الرغم من الحديث عن عدم الشفافية في بلدان عربية كثيرة، خاصة مصر في بداية الجائحة، عدم الشفافية في الكشف عن طبعا أعداد الإصابات وأعداد الوفيات إلى آخره، إلا أن الحظر طبعا فرض في تلك الدول، ويبدو أن الكثيرين، أن معظم المواطنين استجابوا والتزموا بهذا الحظر بسبب الخوف. خلينا نقول، ما سبب ارتفاع إذن أعداد الإصابات اليوم؟ هل هي موجة ثانية أم أنه في خلل ما منذ البداية؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. يعني العراق يعني سجل خلال استطيع ان اقول خلال الاسبوعين الاخيرين ربما سجل يعني اكثر نسبه من الاصابه، ربما كانت بكل الاشهر السابقه لم يصل الى 3500 او 4000 اصابه خلال تلك الفتره، الى ان اليوم وصل الى 32000 اصابه. بدات الارقام متصاعده، كان أصعب رقما كانت 308، اليوم وصلنا إلى الإصابات 1808 إصابة، يعني يوم أمس كان أقل 1608، وهكذا الأرقام بدأت تتجاوز 1000 إصابة يوميا، لذلك وصلنا إلى 32000 إصابة. طبعا الإجراءات الحكومية بالذات العراقية كانت مشددة ومبكرة في العراق، اتخذت عدة وسائل، وربما استطاع العراق في البداية أن يسجل أرقام غير مسبوقة واستطاع الحد من الوباء، لكن تخفيف هذه الإجراءات وعدم التزام المواطنين، أو ربما هي طبيعة المجتمعات، هي يعني ملت من طبيعة الإجراءات الحكومية والتقيد وهذه الالتزام وطرق التعقيم، ما أدى إلى موجة جديدة من الوباء. نعم أستاذ واثق، دول أوروبية كثيرة اليوم خففت أيضا إجراءات الحظر، وأيضا المواطنين فيها يشعرون بالضجر وبالملل، وبالتالي استعجلوا أيضا للقاء الآخرين ربما بدرجة أقل من البلدان العربية بسبب نوع الروابط الاجتماعية، ولم تشهد تلك الدول تلك الموجة الثانية بعد. هل برأيك يعني هناك ربما ليس فقط تخفيف الإجراءات، وإنما تقصير في مكان ما أو عدم القدرة على إدارة الأزمة؟ لا يا سيدتي الكريمة، طبعا اليوم يعني بعد تصريح الرئيس البرازيلي على سبيل المثال، قال الموت بوباء كورونا افضل من الموت من الجوع، وترك يعني خفف الاجراءات وربما رفع كثير من الاجراءات. اليوم تجاوز رقم البرازيل، تجاوز المليون اصابه، فلذلك هي المساله هي تنعكس على طبيعه الاجراءات وطبيعه التزام المجتمعات واستعدادات الدول. يعني لذلك يعني هذه الارقام التي تسجل يعني بالذات بالدول العربيه على طبيعه الشعوب العربيه بمعظمها، يعني العراق، مصر، السعوديه، غيرها من الدول، الشعوب غير ملتزمه عاده بتلك التوجيهات التي تطلق من الجهات الحكوميه، تحتاج الى رقابة مشددة، استخدام القوة. أحيانا استخدمت بعض الدول العربية ومنها الأردن، أنزلت جيشا في الشارع وخففت من الإصابات. العراق طبعا أكثر من فترة عمل على إجراء حظر تجوال، واليوم بدأ بإجراءات أخرى، إجراءات محلية. 6 محافظات من العراق بدأت بحظر تجوال كامل، وربما يكون لمدة أسبوع، أو رصد بؤر محددة بالذات. نعم، لكن أستاذ بعد هذه الأرقام طبعا تحتاج نعم. ما دور أيضا الحكومات طبعا في توفير بديل للمواطنين، خاصة وأن الأشغال معطلة، وهذا الحظر الشامل يفرض على الكثيرين فقدان وظائفهم، وبالتالي عندما يعانون من هذه الضائقة الاقتصادية المضاعفة يعني يضطرون إلى عدم الالتزام بهذا الحظر، وبالتالي الخروج إلى الشارع والبحث عن عمل ما، وبالتالي التعرض إلى العدوى. ما دور الحكومات فعلا في تأمين على الأقل اليوم الوضع الاقتصادي المعيشي؟
نعم يعني أكيد هو واجب الحكومات حماية المواطن، يعني حماية من الأخطار الأخرى ومن الأوبئة والأمراض، والشيء الثاني الرعاية وتوفير سبل العيش وطرق العيش. في كثير من الدول العربية ومنها العراق يعني حصلت كثير من الحملات التعاون الاجتماعي، وهذه الحملات التي يعني إيصال مؤونات إلى العوائل، وهذه طبعا لا تحسب للحكومة، هي منظمات مجتمع مدني قامت بهذه الأدوار وكثير من المساعدات وحتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لكن دور الحكومات أيضا هي طبعا عليها، أعطت الحكومة العراقية على سبيل المثال مؤونة للمواطن العراقي، يعني هذه طبعا أكيد هي لا تكفي لسد الحاجة، لكن هي المسألة هي ليست بمسألة العمل وغير العمل، هي مسألة الاختلاطات، التواجد في المقاهي والأماكن العامة هي خارج سياقات العمل، وإلا العمل ممكن الدول أن تفرض قيود على المواطنين بالتزام التباعد الاجتماعي، وهذه القيود مثل ما فعلت أوروبا وهي اليوم تخفف هذه الإجراءات. صحيح. على سبيل المثال فرنسا تحاول أن ترفع القيود نهائيا. نعم طبعا، دون أن ننسى أن التواجد في المقاهي أيضا يضمن عمل الكثير من الموظفين عمال المقهى المحتاجين إلى عملهم. طب أستاذ واثق، هذه الموجة الثانية التي يشهدها العراق ونتمنى أن تزول سريعا، نتمنى السلامة للجميع، يتساءل البعض عن الفئة العمرية، هل لاحظتم ربما اليوم يعني اختلاف ما طرأ على الفئات العمرية المعرضة للإصابة أو الفئات العمرية المعرضة أكثر من غيرها للوفاة؟ نعم يعني هو مسألة الوباء طبعا أكيد هو يستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات والمتأخرين عن التبليغ يعني في حالات الإصابة، هؤلاء هم أكثر عرضة للوفاة، واليوم وصلت عدد الوفيات 1122 حالة وفاة لحد الآن. هذه طبعا لكن مع ذلك سجلت إصابات لدى صغار في السن ولدى شباب ووفيات أيضا. طبعا هؤلاء الشباب أيضا أنا قلت هم ربما من مصابين ببعض الأمراض ولديهم جهاز مناعي ضعيف، بالإضافة إلى بعض الشباب الذين يدخنون الأراجيل، وهذه طبعا أحد أسباب الوفيات باعتبار أن هذا الوباء يستهدف الجهاز التنفسي ويستهدف الرئتين، والرئتين هنا تكون غير صحيحة وبالنتيجة تؤدي إلى سرعة الوفاة. نعم أستاذ واثق، اليوم يبدو واضحا أن جهاز التنفس الاصطناعي لابد منه لإنقاذ حياة وأرواح الكثيرين، وإن تواجد في الحالات الخطرة يبدو أنه بالفعل ينقذ الأرواح، هل هو متوفر اليوم في العراق بكميات طبعا تغطي عدد الإصابات خاصة المعرضة لتداعيات هذا المرض؟ طبعا هي كل دول العالم بما فيها من أمريكا ونزولا إلى كل دول العالم لم تكن متوقعة يعني هذا هكذا يمكن أن تحتاج إلى أجهزة العناية المركزة. طبعا العراق كغيره لديه مستشفيات ويعني حاول قدر الإمكان يعني تهيئة الأسرة اللازمة، لحد الآن اليوم لدينا 222 هم يرقدون على أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. طبعا أكيد يعني لا سمح الله إذا ارتفعت الأعداد أكيد ستكون أزمة وحاجة فعلية بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي. لحد الآن معظم الإصابات التي تسجل في العراق 80% هي حالتها مستقرة، وكثير من الحالات يمكن أن تنصح بالعزل المنزلي، وهذا العزل المنزلي أدى إلى يعني كثير من الاستجابة والشفاء وربما راحة نفسية أكثر بالنسبة للمريض. نعم نتمنى السلامة للجميع في العراق، في مصر، في المغرب، في جميع الدول العربية، في جميع العالم. إذن واثق أجابري مدير إعلام مستشفى بغداد في مدينة الطب كنت معنا من العراق من بغداد، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاج ونرصد فيه اليوم أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مع شيبة الحمد مراسلنا ينضم إلينا من الخرطوم. أهلا بك شيبة، نتمنى السلامة للجميع. نتحدث عن كورونا موجة ثانية نتمنى أن تكون الأخيرة، كيف هو الوضع اليوم في السودان خاصة وأن الهاشتاج الأول طبعا مخصص عن فيروس كورونا؟
نعم، حتى الآن السودان سجل أكثر من 8690 إصابة، عدد المصابين يتزايد في كل تقرير يومي يصدر عن وزارة الصحة، هنالك 533 حالة وفاة سجلت حتى الآن بالفيروس. هنالك أيضا جانب يدعو الناس للتفاؤل وهو شفاء أكثر من 3000 شخص من المرض، ولكن عموما الخرطوم تظل هي صاحبة النصيب الأكبر في عدد الإصابات وعدد الوفيات، وبقية الولايات أقل منها نوعا ما. هنالك ولاية الجزيرة تسجل الآن بتسارع مضطرد عدد إصابات جديدة، هنالك ولايات أخرى أيضا حتى الآن لا تزال تحاول أن تطبق الحظر الشامل منع الانتشار الوباء، تحاول أن تنزل إرشادات التباعد المجتمعي وذلك الحيلولة دون انتشار الفيروس. هذا الأمر وجد اهتمام أيضا عند عدد كبير جدا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهنالك تغريدات تتصل بموضوع كورونا تتعلق بمطالبة الناس ومطالبة المواطنين والجهات الرسمية بالمزيد من الضغط والمزيد من التطبيق السليم للإجراءات حتى يتم وقف انتشار هذا الوباء. دعينا نقف عند أولى التغريدات، هي للأمين الكندي. الأمين يقول الحظر قلل انتشار كورونا بصورة كبيرة في دول أخرى، ولكن بصورة أقل في السودان، وذلك لعدم التزام الناس به بسبب حوجتهم أو جهلهم، ولكن السلطات تتحمل الوزر الأكبر بسبب تأخر اتخاذ القرار، عدم تهيئة الناس له والتساهل في التطبيق، عدم دعم المحتاجين، تأخر إغلاق المعابر وانعدام الرعاية الصحية. لمين يرى أن هنالك كثير من إشكالات صاحبت الحظر في الفترة الماضية كان يمكن أن تقلل عدد الإصابات. هنالك تغريدة أخرى لعلي بابكر. علي يقول العالم حاليا فيروس كورونا، نيوزيلندا تعلن خلوها من الوباء. تتأهب نيوزيلندا لرفع كل القيود والإجراءات التي كان معمولا بها في البلاد للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت خلوها من الوباء. لو الناس طبقت الحظر من البداية كان انتهى عندنا لحد الليلة في السودان. فالكو يغرد ينشر صورة ويعلق عليها قائلا مقر بيع العلاج السوداني الجديد لفيروس كورونا بولاية دونغولا شمال السودان، وكأنما هنالك علاج تم الاعتراف به، ولكن هذا نوع من السخرية التي ربما يقوم بها البعض حينما يقوم بتزيين البيت أو جعل البيت لافتة ويتحدث عن وباء كورونا بأنه قد وجد له العلاج. محمد المصطفى يقول أنه افتقد في الفترة السابقة، هذا ما يبدو من تغريدته، أنه افتقد في الفترة السابقة دوريات كرة القدم. كل ما حدث من حظر وعدم تواصل مع الأصدقاء بصورة مباشرة وذلك لم يؤثر عنده كما أثر افتقاده لدوريات كرة القدم. ينشر صورة ويقول نسبة لتوقف الدوريات بسبب جائحة كورونا السودان ولاية غرب كردفان، الصورة فيها سرير نسج عليه بالحبال بين سبورت مشتاقين. هذه أبرز التغريدات التي رصدناها في ما يتعلق بكورونا. نعم شيبا، والموضوع الثاني أيضا لا يخلو من الكورونا، وهو دعوات لمظاهرة أو تظاهرة مليونية نهاية الشهر الجاري. يعني ربما يصعب الحفاظ على المسافة الاجتماعية في تظاهرة مليونية. نعم، هنالك تباين في الآراء بين الذين يتناولون هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم من يقول إن هذا الأمر أو هذه التظاهرة ضرورية لتثبيت وتحقيق مكاسب الثورة، والبعض يقول إنها ربما تتسبب بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا إذا ما كان هنالك مصابين ما بين الذين يشاركون في هذه التظاهرة وهم لا يعلمون ذلك. دعينا نبقى عند التغريدة الأولى، حيث الصحفي السوداني خالد العيسر يغرد قائلا الشعب قرر لأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا مثل ما اعترف كبار قادتها بألسنتهم. وكالعادة عندما تأكد للمنتفعين بأن مليونية 30 يونيو لن يوقفوها قالوا أحسن ندعمها سريع. أها وين؟ الشعب السوداني أشطر منكم وتاني ما بتغشى يا منافقين، أهملت شعارات الثورة وتسببت في إيذاء الشعب بحسب
التغريدة. نجد رأي آخر أيضا، الطيب الشيخ يغرد يقول: السلام عليكم، رسالتي إلى العقلاء، أرجو ألا تلتفتوا إلى دعوات الخروج في مليونية 30 يونيو نسبة للظروف الصحية التي نعيشها، ثم لماذا لا نفكر في أساليب أخرى في التعبير عن الرأي وتقديم مقترحات إصلاح الحال الراهن، طالما نحن نعيش في عهد ديمقراطي، حتى نفوت الفرصة على المتربصين بالثورة. وإلى تغريدة ثالثة، محمد يغرد يقول: طيب سؤال، مش تجمع المهنيين؟ طبعا هذه قبل أن أقرأ التغريدة، تجمع المهنيين دعا للخروج في هذا الموكب، ولذلك نوضح هذا الأمر قبل أن نتعرف على رأي محمد. محمد يقول: مش تجمع المهنيين ده تجمع مهني وبتكون من أجسام مهنية، طيب طالما أنه هو كده أكيد فيه كوادر صحية أو أجسام طبية، طيب كيف للكوادر دي؟ الكوادر دي مررت فكرة مليونية 30 يونيو في ظل الجائحة، الله جعل بس، بمعنى قدرها الله. آخر تغريدة مع عبد الرحمن حامد: أسوأ مكان في الجحيم لأطباء الحزب الشيوعي، والذي أيد أيضا هذه هذا الخروج في هذه التظاهرة. يقول: أسوأ مكان في الجحيم لأطباء الحزب الشيوعي العاملين فيها رائحين لمطنشين مليونية 30 يونيو، رغم أنه صوتهم بحى بالتوعية ضد كورونا في أوقات سابقة، ومقدمين ولاءهم الحزب على أدائهم المهني. ده بالضبط اللي بيخلي الناس تقلق من تجمع المهنيين الجديد. للأسف شعارات الحزب أهم من المهنة، دي بتذكرنا بحزب معين، يعني حزب سابق تقريبا بحسب التغريدة. هذا أبرز ما رصدناه في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمليونيات 30 من يونيو المنتظرة. نعم شيبا، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع، ونلتقي الأسبوع المقبل. فاصل قصير تتابعونا بعدها. نجم الشيخ إمام يتلألأ في أمسية نظمها محبوه في تونس في ذكرى ربع قرن على رحيله، والتفاصيل في شباك ثقافة. وفي شباك الدنيا، الأزمة تدفع فنزويليين إلى أن يسكنوا منازل من الخيزران والطين. والأعراض الطفيفة للمصابين بالفيروس قد لا تولد مناعة قوية ضده، والتفاصيل مع دانيا أرشيد في شباك الصحة. أهلا بكم من جديد. بعد ربع قرن على رحيله، لا يزال للشيخ إمام صوت قوي ينطلق من أصوات جيل لم يعاصره، لكنه أحب أغانيه وفكره، ربما لأن تلك الأغاني الثورية والمتمردة والمعارضة لم يعد لها وجود في عصر كبت الحريات والقمع وتردي الذائقة العامة. عشرات التونسيين استعادوا أغاني الفنان المصري الراحل الشيخ إمام بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله في حفل نظمه نادي أحباء الشيخ إمام في فضاء مسار الثقافي غير الحكومي. نادي أحباء الشيخ إمام اللي طوى 3 سنين في فضاء مسار كل نهار أربعة، ما قصينا كان البريود متاع الحجر الصحي خاطر بالسيف علينا، وقبل كان موجود من عام 2012 والنادي من ابن رشيق يتنقل. المهم طوى استقر به الأمر في هذا الفضاء المناضل اللي يشبه الفكر الشيخ إمام. رجعنا بعد هالكورونا هذه، وصادفت انه الذكرى 25 لوفاه الشيخ امام، هاك تشوف انه احباء الشيخ امام كما تعهدونهم
يجي مريدين هم مش أحباء، معناه وكأنهم يجي ويستحضروا روح ويغنيوا معاه. نحيو هذه الذكرى لأنه فنان خشين ياسر، مناضل، ملحن، مؤدي، كان مضروب من النظام المصري، لقى حظه في تونس، وإن شاء الله نفاول حظه. الفنان يحب ينجح لازم يكون صادق مع ذاته، ما يغنيش لمتطلبات السوق. الشيخ إمام كان يغني في آلامه وآلام شعبه اللي يشبه له، هذاك علاش وصلنا معناها وتقبلناه بصدر رحب وتبنينا الرساله معناها. فما نتصورش انا فما شكون يسمع الشيخ امام وما ياثرش فيه حتى لو كان 1%. تعرف بصمة الشيخ امام وين؟ بصمة الشيخ إمام في الشباب اللي قاعدين كل يوم يجيبوا حذانا للنادي، اللي قاعدين كل جمعة في بصمة في آدم كان شفتوه الولايد صغير اللي بحذانا. وكنت كل مرة كما الفيروس الشيخ إمام، أما الفيروس الحاجة الإيجابية الفاكسان اللي تخليك كل مرة تعاود تسمعه وتعاود تحبه مرة أخرى، وكل مرة تعاود تكتشف الكلمة. قبل الثورة كان صعيب ياسر باش يكون عندك باش اسمع اصلا شيخ إمام، كنا نسمعوا فيه في المهرجان، كنت ندبر كاسات نسجلها على مسلفها من عند صديقي اسمه امير الغزي، مسلفها من عنده مسجلها على كاسات ام كلثوم باش ما تسمعش، كانت بالسرقة باش يعني فما حاجات كانت فيهم متعة برشا. جاي انا باش نقول لك ما حاجاش جايين بحذانا عباد عنده انتماء سياسي معين، لا باش تعرف على الاقل قيمه الوطن وقيمه الحبيبه كما يامن بهم الشيخ إمام. وينضم إلينا من تونس عمر بن إبراهيم، عضو مؤسس في نادي أحباء الشيخ إمام. أهلا بك عمر معنا. إذا عادة هذه الأغاني، أغاني هذه الحقبة وخاصة أغاني الشيخ إمام تجذب أجيال أكبر بكثير، أجيال تطلق على ذلك الزمن، الزمن الجميل. فما السر اليوم بأن هذه الأغاني وهذا النادي يجذب الجيل الجديد؟ مرحبا بكم بجميع مشاهدينا. أغاني الشيخ إمام أو هذا النوع من الأغاني هي أغاني تغني للأوطان وتغني للإنسان، إذن هي ليست بأغاني مرتبطة بحقبة ما أو بمكان ما، فأغاني ذات قضية أو التي تغني لقضية معينة هي أغاني تمس الإنسان في إنسانيته وفي انتمائه، لهذا لا يمكن حصرها في حقبة معينة، وهذا ما جعل مريدين الشيخ إمام في تونس من جميع الأصناف العمرية من 6 سنوات إلى ما فوق 60 أو 70.
نعم طبعا أنا قصدت بالحقبة خاصة وأن هذا الجيل لم يعاصر حياة سياسية غنية، عاش معظم سنوات عمره تحت حكم رئيس واحد أو زعيم واحد أو حزب واحد، وبالتالي لم يكن يعني غنيا خليني أقول بالمعنى السياسي والثوري كما هي حقبة الشيخ إمام، ومع ذلك يهتم بهذه الأغاني. من كم سنة بدأتم هذا النادي، نادي محبي الشيخ إمام؟ نادي أحباء الشيخ إمام هو استمرارية، يعني من قبل الثورة كانت تقام تظاهرة تسمى بإجمع العشاق على اسم أغنية كتبها زين عابدين فؤاد لتحيي ذكرى وفاة الشيخ إمام في فضاء التياترو بتونس. ثم بسبب ملاحقة البوليس النظام السابق أو فانقطعت، ثم انبعث من جديد في شكل نادي لأحباء الشيخ إمام في سنة 2012، يعني مباشرة بعد الثورة التونسية، في دار ثقافة ابن رشيق بالعاصمة التونسية. تواصل هذا النادي إلى حدود 2014 أو 15، ثم انقطع إلى أن استقر بنا الأمر في فضاء مسار الفضاء ذو طابع ثوري وهو غير حكومي من منذ سنة 2017، يعني 2017 نلتقي دوريا كل يوم أربعاء على الساعة 5، ويكون الفضاء مفتوح للعموم دون مقابل. هدفنا الوحيد هو تبليغ هذه الرسالة النبيلة الملتزمة بحب الأوطان والإنسان. نعم عمر، وهل يعني حديثك عن الرسالة النبيلة أو الالتزام بحب الأوطان هو ربما ما دفعكم إلى عدم المساس بتلك الأغاني وعدم التجديد؟ لأنه شهدنا كثير حركات موسيقية في العالم العربي تغني للشيخ إمام لكنها ربما تجدد إن كان في اللحن أو في طريقة الإلقاء، مثل فرقة الراحل الكبير في لبنان. بالضبط، هو احنا نعرف ضيوفنا او اعضاء النادي باغاني الشيخ إمام كما غناها وكما كتبها احمد فؤاد نجم او بقيه الشعراء، لكن رسالتنا الثانيه ان نفتح شبابيك عن تجارب عاصرت الشيخ إمام او تاثرت بالشيخ إمام، وهي تجارب تونسيه مثل البحث الموسيقي او الهادي قلة او لزرضاوي، لنرسل رسالة أنه يمكن أن ننتهج هذا الطريق. نعم. لكن بلسان تونسي أو بطابع تونسي، يعني نعم. الشيخ إمام فعل ما يجب أن يفعله في عصره، والآن نتطلب أغنية وطنية يعني حديثة. نعم عمر بن إبراهيم، إذا عضو مؤسس في نادي أحباء الشيخ إمام، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم الاستمرارية دائما. تقوم العائلات الفنزويلية في ضواحي كاراكاس بتوسيع رقعة منازل من الطين والخيزران، تفتقر إلى المياه الجارية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، في مؤشر جديد على انخفاض مستويات المعيشة في ظل أزمة اقتصادية استمرت 6 سنوات. منازل الخيزران والطين هي مسكن هؤلاء الفنزويليين. الفقر المدقع اضطر هؤلاء إلى العودة لحياة بدائية تعتمد على ما تجود به الطبيعة. هنا عليك الاعتماد على نفسك في كل شيء، البحث عن الطعام وإيجاد كل ما يلزم لبناء سقف يؤويك مما تجود به البيئة، مسامير تطرقها بالخيزران وأسلاك تضعها على السطح. نحن نبني هذه المنازل لأننا لا نملك المال لنأكل، فكيف لنا شراء حفنة من الإسمنت؟ سعيد الحظ فيهم من يتلقفوا لوحا خشبيا أو معدنيا يستر به جدران منزله الطيني المتفسخ، أو أثاثا رثا يسند أجسادهم المتعبة. حياة تخلو من رفاهية الكهرباء والغاز والماء النظيف لطهي طعام يحصل عليه بشق الأنفس.
أما الصرف الصحي فحدث بلا حرج. ليس لدينا غاز، نلجأ إلى الحطب كوقود للطبخ. الكهرباء مشكلة، تنقطع عندما تمطر، نحن متخلفون هنا. بعضهم يحتار كيف يعيل فلذة كبده في ظل انعدام فرص عمل تصون بطون وكرامة هؤلاء. يجب على القاتلين هنا اللجوء إلى السرقة والأفعال السيئة لإعالة أطفالهم. سيسألونني كيف أصبحت حاملا في شهري الثاني من دون زوج. الحاجة هي ما اضطرتني للخروج إلى الشارع وبيع جسدي لينتهي بي الأمر هكذا، لم أتوقع ذلك. مستوطنة الطين والخيزران في ضواحي كاراكاس في اتساع مستمر مع استمرار أزمات غذائية وسياسية وعقوبات أمريكية تتغذى على ما تبقى من اقتصاد رث للبلاد. والآن مشاهدينا موعدنا مع شباك الصحة مع دانيا أرشيد. مساء الخير دانيا. مساء النور ديما ومساء النور لجميع المشاهدين. ضل بتذكر حلقة شهر واحد وقت بدأتي بالحديث عن كورونا واعتقدنا أن الموضوع سيستغرق أسبوع أسبوعين. نعم. للأسف يعني رح تمد معنا كل السنة إن شاء الله. لا لما يبدو. تمام ديما، أيضا اليوم رح نتكلم عن دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر الطبية تشكك مجددا في فكرة أن كل شخص مصاب بالفيروس محصن ضد العدوى في المستقبل. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. وجه جديد من وجوه فيروس كورونا ينكشف مجددا، فمن لم تظهر عليهم أعراض كورونا مناعتهم قد تكون أقل من الذين ظهرت عليهم أعراض حادة. كيف توصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ دراسة صينية قارنت بين مجموعتين من الأفراد المصابين بكوفيد-19، المجموعة الأولى ظهرت عليها الأعراض، أما الثانية فكان أصحابها حاملين للفيروس من دون ظهور الأعراض. وبعد تعافي المجموعتين كانت الأجسام المضادة للفيروس قصيرة المدى والتي تعرف بـ IgM موجودة أكثر لدى من ظهرت عليهم الأعراض. فما هي الأجسام المضادة قصيرة المدى أو IgM؟ هي الأجسام التي تبقى في الجسم لفترة قصيرة قرابة 6 أشهر وتدل على إصابة حديثة بالفيروس وتكسب الجسم مناعة خلال هذه المدة. ماذا يعني هذا؟ العديد من المرضى في الدراسة أظهروا انخفاضا كبيرا في مستويات الأجسام المضادة للفيروس خلال شهرين فقط، وهو ما يثير القلق. نتائج البحث بالرغم من صغر العينة تعزز المخاوف مجددا من أن المناعة الطبيعية التي يكتسبها مرضى كورونا ضد الفيروس قد تكون قصيرة المدى، ما يعني أن الشخص بإمكانه أن يصاب أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، فهو ليس بالضرورة محصنا ضد العدوى في المستقبل حتى وإن أصيب بالفيروس. شكرا دانيا على هذا التقرير. إذن إذا بتعطينا تفاصيل أوفى عن هذه الدراسة. نعم ديما، علماء من الصين قاموا بمقارنة مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 37 شخص. المجموعة الأولى مصابة بفيروس كورونا ولكن لم تظهر عليها الأعراض، المجموعة الثانية مصابة وظهرت عليها الأعراض. بعد 8 أسابيع قاموا بأخذ عينات دم من المجموعتين ووجد أنه الأجسام المضادة قصيرة المدى اللي اسمها IgM هذه كانت أقل عند المجموعة يلي ما ظهرت عليها أعراض، يعني ظهرت عند أقل من 62% مقابل 78% عند الأشخاص اللي ظهرت عليهم الأعراض. وهذا يفتح مجال الشك مجددا إلى أنه الاستجابة المناعية بتكون أضعف عند الأشخاص اللي ما بيختبروا أعراض حادة من كوفيد-19 وما رح يكونوا ربما محصنين بالمستقبل، يعني ممكن الشخص ينصاب أكثر من مرة. طبعا مجرد شكوك ولكن تعزز. أيضا شافوا بعد اختبار عينات الدم أنه هؤلاء الأشخاص اللي انصابوا بفيروس كورونا من دون ظهور الأعراض كان في عندهم مستويات أقل من 18 بروتين مضاد للالتهاب. فكل هذا يعني وهو أمر منطقي صحيح، يعني اللي ما بتظهر عليه أعراض بالتالي أعضاء جسمه ما بتضطر تدافع
فبالتالي الانتي بادي بيكون عنده اقل. بيكون نعم. عنده اقل. نعم. صرنا دكاتره على تجربه الكورونا. طيب اللي هو شو بسموه الاجسام المضاده نعم. او الانتي انتي بادي او بادي. نعم. قد ايه مدتها عموما اذا بتعطينا عنا فكره اوسع لانه كثير في لغط حول هذا الموضوع. قد ايه بتبقى بالجسم متى تظهر؟ صحيح. الأجسام المضادة هي جزء من الجهاز المناعي وفي عدة أنواع منها IgM, IgG, IgA, IgD. كل هذه الأجسام المضادة اللي بيهمنا أكثر شيء هن اثنين بفيروس كورونا مبدئيا هو IgM اللي يظهر بعد الإصابة مباشرة ويبقى في الجسم لفترة معينة وسطيا لست أشهر ومن ثم يختفي. فهذا بدل وجوده أنه الإصابة حديثة وغالبا تكون حادة. طبعا هذا مع كل الالتهابات تظهر الاي جي ام في هذه الفترة وتختفي. الاي جي جي تظهر بعد اختفاء اي جي ام وتبقى بالجسم فترة طويلة تستمر لسنوات وقد ترافق الإنسان كل العمر. لذلك تحري عن اي جي جي في الجسم يعني أنه الإصابة في المرض كانت قديمة. دانيا موضوعك الثاني مفرح شوي ولا نفس النكد نفس دوز النكد؟ لا يمكن ألطف نتفة يعني. فتبين أن فيروس كورونا معدن في صفوف العائلات مرتين أكثر من أمراض مماثلة مثل سارس. وتبين أن احتمال نقل الفيروس من مريض إلى شخص آخر لا يعيش معه يبلغ 2.4% فيما يرتفع هذا الرقم إلى 17.1% بين سكان المنزل الواحد. وخلص باحثون إلى أن احتمال نقل مصاب العدوى إلى أحد أفراد الأسرة أو زميله في السكن أعلى بشكل ملحوظ ليصل إلى 39% قبل بدء ظهور أعراض الفيروس عليه من بعده. هذه النتائج يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على خفض عدد الإصابات الجديدة مع استمرار تفشي الوباء. هذا ألطف اعتبرتي. طيب يعني بما أنه ألطف أعطينا تفاصيل لطيفة أكثر عنه. طبعا قاموا بتحري بيانات 350 شخص مصاب بفيروس كورونا وأقاربهم يعني الدائرة اللي حواليهم اللي تقريبا 2000 شخص وشافوا يعني العلماء قاموا بتقدير ما يسمى الهجوم الثانوي للفيروس يعني معدل انتقاله من الشخص المصاب إلى الشخص الغير المصاب وشافوا طبعا أنه ينتقل بسهولة خلال فترة الحضانة وخلال أيضا الفترة الثانية اللي هي مثل ما قلنا الحضانة. الأهم شيء أنه الشخص اللي ما عنده أعراض ومصاب بالفيروس فيمكن أيضا ينقله إلى الشخص الغير المصاب وهذا الأخطر لأنه اللي ما عنده أعراض ما بيعرف أنه هو مصاب أصلا فممكن يحتك ويواصل عمله وغيره من الأمور. فهذا أيضا يجب الانتباه والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وكل ذلك. نعم كل هذه الإجراءات. دانيا شكرا كثير. شكرا. وبانتظارك طبعا في الحلقة المقبلة لمزيدنا الأخبار عن كورونا. شكرا. أخبار مفرحة. شكرا. ومشاهدينا وصلنا للأسف إلى ختام حلقتنا ونختمها بفيديو من منصتنا على الإنترنت أنا العربي وقصة اليوم عن شركة بريطانية تحول حبوب القهوة إلى وقود. نترككم مع هذا الفيديو إذن ونلتقي غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش السابعة بتوقيت القدس. إلى اللقاء.